النشرة المسائية المفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير. مساء الخير. عقد مجلس المديرين في تلفزيون لبنان اجتماعه الدوري ظهر اليوم، وتوقف عند قرار هيئة الإشراف على الانتخابات بإحالة التلفزيون على محكمة المطبوعات بحجة مخالفته قرار الصمت الانتخابي يوم 6 أيار خلال الانتخابات النيابية. وأصدر المجتمعون البيان الآتي: أولا، يأسف مجلس المديرين في تلفزيون لبنان أشد الأسف لقرار هيئة الإشراف على الانتخابات بحق مؤسسة كانت من أكثر ملتزمي مضمون قانون الانتخاب خلال الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي. ثانيا، على الرغم من الظلم اللاحق بتلفزيون لبنان في قانون الانتخاب باعتراف العديد من أعضاء الهيئة لجهة إلزامه إجراء مقابلات مع المرشحين مجانا ووحده من وسائل الإعلام، فقد لبى التلفزيون جميع طلبات هيئة الإشراف على الانتخابات وأجرى 213 مقابلة مجانية للمرشحين خلال الحملة الانتخابية على شاشته، فضلا عن قرار معالي وزير الإعلام نقل المؤتمرات الصحفية للوائح الانتخابية كافة مباشرة على الهواء مجانا، في حين كانت المحطات الأخرى تتقاضى مبالغ طائلة عن كل مقابلة أو نقل مباشر. وغني عن البيان أن هذا الأمر كلف العاملين في تلفزيون لبنان جهودا مضاعفة، فهل كان قرار هيئة الإشراف على الانتخابات بمثابة تقدير للدور الوطني الذي قام به تلفزيون لبنان؟ ثالثا، إن المخالفات التي تناولها قرار الهيئة جاءت في إطار البث المباشر على الهواء، وهي لم تكن مقصودة، وتدخل في السياق الذي لا تحاسب عليه الهيئات الرقابية عادة، لأنه خارج عن الإرادة ولا يحمل النية لمخالفة القوانين. رابعا، كان العاملون في تلفزيون لبنان ينتظرون كلمة شكر لهم من جانب هيئة الإشراف على الانتخاب تقديرا لهم على جهودهم ودورهم الوطني، لكنهم صدموا بقرار الهيئة، ما يدعوهم للأسف الشديد. خامسا، على الرغم من كل ما تقدم، يؤكد مجلس المديرين التزام تلفزيون لبنان سقف القانون، ويأمل من القضاء اللبناني أن يكون منصفا أكثر من هيئة الإشراف على الانتخاب، كما يرحب المجلس بموقف وزير الإعلام الحمريشي لجهة تأكيد التزام أي قرار يصدر عن محكمة المطبوعات، ويشكر المحكمة سلفا إذا ما أنصف تلفزيون لبنان. وقبل السياسة، تطمينات بعد بلبلة في كفر عبيد البتونية عن وباء منتشر في البلدة. ومحافظ الشمال يتابع الموضوع، وبعثة وزارة الصحة للتقصي تؤكد أن لا وباء. شهدت بلدة كفر عبيد البترونية خلال الساعات 72 الماضية حالا من الذعر والبلبلة بعد وفاة رجل مسن، ومن ثم تعرض سيدة عجوز لنفس العوارض الصحية، مما استدعى وضعها في العناية المشددة، وتم التداول في روايات عدة عن الأسباب. محافظ الشمال رمزي نهرة تحدث لتلفزيون لبنان مطمئنا الأهالي: لا يوجد أي وباء بمنطقة كفر عبيدة، والطبيب القضاء عم بيتابع هذا الموضوع، ونحن على تواصل معه تنشوف شو هذا الفيروس يلي أدى إلى هذا الوفاة. ولكن تأكيدا نرجع بأكد أنه ما في وباء منتشر بالمنطقة، وما حدا يعني يوهم الناس بهالشي هذا أو يصير الزعر بين الأهالي. يعني حالة فردية تسمم معين عم نتأكد منه شو هو، بس حالة الوباء هي نفتها وزارة الصحة ونفيها طبيب القضاء، ونحن بنرجع بننفيها. أمنيا في بعلبك، أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام أن المدعو عين صاد الملقب بالقناص أقدم قبل الظهر اليوم على إطلاق النار داخل السوق القديم في المدينة باتجاه محل المواطن ميم حاء راء، والعمل جار لتوقيف الفعل. رئيس الجمهورية بحث مع وزير الداخلية إجراءات ضبط الأمن في منطقة بعلبك الهرمل، معلنا عن اتخاذ الإجراءات المناسبة والملحة.
أجواء مدينة بعلبك ومحيطها عرضها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومحافظ بعلبك الهرم البشير خضر، مؤكدا أن اجتماعات مكثفة ستعقد مع القيادات السياسية والأمنية لوضع حد للفوضى المنتشرة في منطقة بعلبك الهرمل في أسرع وقت ممكن، وأنه سيتابع الوضع مع رئيس الحكومة سعد الحريري وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى والفعاليات السياسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. المشنوق وصف الأجواء بالمأساوية غير منطقية وغير عادلة، ما يحول المدينة ومناطق أخرى إلى بؤر توتر دائم من دون أي ضوابط ومن دون أي قدرة حقيقية على وقف هذا التعرض للمدنيين، داعيا إلى عقد اجتماعات مكثفة مع القيادات السياسية والأمنية. هذا الاجتماع هو يعني أثر تدهور الأحوال بعد من اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، ما وضع غير خطة واحدة وقت اللي وضعت الخطة الأمنية لكل لبنان. وما في لزوم اقول لك انه ما طبقت. ليش؟ شو السبب؟ يعني هي لها عده عوامل، بس انه ما طبقت بكل مناطق ما بتقدر الدوله. لا لا لا، ما في شيء اسمه ما بتقدر بعهد فخامه الرئيس، ما في شيء اسمه ما بتقدر. بالتاكيد هذا الامر سيتم بوقته وفق الاجراءات العسكريه والامنيه اللي بيتفق عليها مع قيادة الجيش اللبناني ومع قوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى. رئيس الجمهورية تناول الوضع المائي والإجراءات للحد من أزمة الشح مع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ورؤساء الجدد والمدراء العامين لمؤسسات المياه، مشددا على العمل والتخطيط لتأمين المياه، مركزا على وجوب إنجاز السدود وفق المهل المحددة لإنشائها. مثل ما بتعرفوا موضوع البيئة وموضوع المياه هو موضوع عزيز على قلب فخامة الرئيس، أعطانا توجيهاته وحسنا على المضي قدما والإسراع بكل مشاريع يلي بدأت بوزارة الطاقة والمياه وبالمؤسسات العامة للمياه التابعة لوزارة الطاقة والمياه. وزارة الطاقة والمياه عم تبني 7 سدود، بعدها السدود خلص انوضع بالخدمة وبلش عم يأمن المياه للبنانيين، بعد السدود الأخرى هو بيطور البناء وإن شاء الله تبعاً رح يخلصوا سد ورا سد وبينحطوا بالخدمة. وفي القصر الجمهوري رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان الذي أوضح أنه أطلع رئيس الجمهورية على الدعوة التي وجهت إليه للمشاركة في مؤتمر دولي. الرئيس عون وأمام وفد من بلدة علم الشعب أكد أهمية بقاء أبناء القرى الحدودية في قراهم ترسيخا لصمودهم، فيما الوفد عرض على رئيس الجمهورية مطالب البلدة وأبرزها تنظيف مساحة من أرضها من الألغام وتسهيل انتقال أبناء البلدة إليها. الرئيس نبيه بري التقى وفد حركة حماس والسيد علي فضل الله وشخصيات. التطورات السياسية في لبنان والوضع الفلسطيني عرضه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية عزة الرشق، الذي هنأ الرئيس بري بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الرئيس بري هو حاجة للبنان والفلسطينيين والعرب. توقفنا أيضا عند موضوع نقل السفارة والموقف السفارة الأمريكية إلى القدس، وقلنا إنه الموقف العربي والموقف الإسلامي يحتاج أن يستمر في الضغط لوقف هذه الخطوة، وأيضا للضغط على الدول الأخرى لمنع دول أخرى من نقل سفارتها على القدس، وضرورة تفعيل القرار العربي بمقاطعة الدول التي تنقل سفارتها إلى القدس. وكان الرئيس بري قد التقى العلامة السيد علي فضل الله والسيد باقر فضل الله وتم عرض التطورات في لبنان. من جهة ثانية الرئيس بري تلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زايد المحمود، كما تلقى برقية مماثلة من الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أحمد جبريل. We'll be right back.
أحييكم مجددا ونتابع قراءة النشرة. اللواء إبراهيم يبشر بقرب الوصول إلى حل يعيد النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا ويكشف عن استمرار التواصل مع سلطات دمشق. أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن التواصل قائم مع السلطات السورية لإعادة آلاف السوريين إلى ديارهم والموضوع قريب، وأشار خلال جولته التفقدية وافتتاحه المبنى الجديد لمركز المتن الإقليمي في الجديدة إلى أن هذا المركز نموذجي لتسهيل معاملات المواطنين وخدمتهم في شكل متطور، وهو مركز لبناني 100% لأنه من تمويل البلديات. السوريين لن تطول إقامتهم بلبنان، هناك عمل دؤوب تقوم به السلطة السياسية ونحن نعكس في بعض الأحيان عمليا ما تقوم به السلطة السياسية للانتهاء من هذا الملف. بعتقد الموضوع قريب، في تواصل مع السلطات السورية حول الآلاف من السوريين الذين ينوون العودة إلى سوريا، والموضوع عادة ما بحكي بتشوفوه لما بصيروا بالبساط. القانون 10 ببعض الأماكن كما يقول السوريين أسيء تفسيره، هن معنيين بتفسيره مش أنا. اللواء إبراهيم لفت إلى أنه سيتم تأسيس 10 مراكز في لبنان خاصة بالسوريين لتخفيف الضغط عن المراكز الأساسية، وذلك لا يعني أن بقائهم في لبنان سيطول. كتلة الوفاء للمقاومة أكدت وجوب أعطاء الأولوية في الحكومة العتيدة لمكافحة الفساد، مشددة على أن الفلتان الأمني لم يعد مقبولا التغاضي عنه، داعية لاعتماد خطة جدية لعودة النازحين السوريين وتغليب المصلحة اللبنانية. إن الحكومة التي نأمل تعاون مختلف الأفرقاء اللبنانيين لإنجاز تشكيلتها بأسرع وقت ممكن، والتي نرى ضرورة أن تتحقق فيها أوسع مشاركة ممكنة للقوى السياسية الوطنية، لا بد أن تضع في أعلى سلم أولوياتها وجوب الالتزام بمعايير النزاهة والاستقامة والعمل على مكافحة كل مظاهر ومنابت الفساد في البلاد. ولم يعد مقبولاً ارتجال قرارات وسياسات ولا انتهاج الاستنسابية أو العشوائية في إدارة شؤون الدولة والمواطنين. إن كتلة الوفاء للمقاومة إذ طالبت باستحداث وزارة للتخطيط لها هيكلية وصلاحيات وموازنة، فإنها تدعو إلى التعاطي الجدي مع هذا الطلب الذي بات يمثل حاجة وطنية وعملانية وضرورية مهمة. إن ظاهرة الفلتان الأمني التي تشهدها بعض بلدات ومدن بعلبك الهرمل لم يعد مقبولا التغاضي عنها على الإطلاق، ولا يحق للسلطة أن تتنصل من مسؤوليتها في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة. وللمرة الألف، وكم مرة جددنا من على هذا المنبر ودعونا من هذا المنبر، وللمرة الألف نجدد دعوتنا للمؤسسات الأمنية والعسكرية المعنية من أجل تنفيذ خطة أمنية حازمة تعيد الأمور في منطقة بعلبك الهرمل إلى وضعها الأمني الصحيح، حتى لا يبقى مجال لأحد أن يتهدد أمن المواطنين أو يبتزهم في مالهم أو في حياتهم. وإن الكتلة ستلاحق هذا الأمر مع فخامة رئيس الجمهورية ومع دولة رئيس الحكومة ومع الوزراء المعنيين والمؤسسات المختصة لنضع حدا لهذه الظاهرة الشاذة. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنهى زيارته لفرنسا التي التقى خلالها الرئيس الفرنسي وعاد عصر اليوم لبيروت. تلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رسالة جوابية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر فيها عن تأثره الكبير برسالة التعاطف بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف فرنسا. وقال ماكرون: في مواجهة هذا العمل الإرهابي تتجه أفكارنا نحو الجرحى والضحايا وعائلاتهم في مصابهم الأليم. وأضاف: لن تستطيع قوى أن تمنعنا من متابعة نضالنا ضد الإرهاب والجنون القاتل والحقد، سنبقى موحدين ومصرين على الدفاع عن قيمنا.
أحييكم مجددا. وفد قواتي زار مفتي الجمهورية وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حاملا الدعوة لحفل الإفطار السنوي الذي تقيمه القوات. والشيخ حسن يشدد على جعل مسار تأليف الحكومة محطة تجمع اللبنانيين. وفد من حزب القوات اللبنانية برئاسة الأمين المساعد لشؤون المصالح دكتور غسان يارد زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ناقلا إليه تحيات رئيس الحزب سمير جعجع، وسلمه دعوة لحضور حفل الإفطار السنوي الذي تقيمه القوات في 11 من حزيران المقبل في فندق حبتور. حملنا دعوة لحضرته من دكتور سمير جعجع وبلغني تحيات الدكتور سمير جعجع. هالدعوة كانت لحضوره للإفطار السنوي اللي بتقيمه المصالح بحزب القوات اللبنانية، والإفطار صار تقليد سنوي بيعبر عن رسالة الانفتاح والمحبة والإيمان بالعيش المشترك لحزب القوات اللبنانية. تمنينا عليه الحضور شخصيا لأنه شرف كبير لنا يكون بيناتنا، وقلنا له أنه نحن منقدر كتير مواقفه الوطنية لأنه هو حقيقة رمز للاعتدال وضمان للعيش المشترك بلبنان. الوفد القواتي زار أيضا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن وسلمه دعوة حفل الإفطار. الشيخ حسن شكر قيادة القوات اللبنانية لإيمانها العميق بمصالحة الجبل التي شكلت ركيزة استعادة الحياة الطبيعية في لبنان، مشددا على أن شهر رمضان بما يحمله من تبشير المحبة والتسامح يشكل فرصة للجميع كي يضعوا نصب أعينهم مصلحة الناس والبلاد، داعيا المسؤولين المعنيين إلى جعل مسار تأليف الحكومة العتيدة محطة تجمع اللبنانيين على قاعدة التمثيل الصحيح. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين نظم لقاء في مركز الإقلاع عن التدخين قسم أمراض الرئة والإنعاش الطبي في مستشفى أوتيل ديو برعاية وزير الصحة غسان حصباني، الذي دعا المدخن إلى التفكير في صحته وصحة المحيطين به. لما نقول كلفة التدخين وكلفة علاج التدخين والإقلاع عن التدخين، عادة نحسب الكلفة المباشرة لهالموضوع، لكن الكلفة الغير مباشرة من أمراض سرطان الرئة يلي عم تتزايد بلبنان بسبب الأرجيلة والسيجارة بشكل أولي وبسبب التلوث أيضا، كلفتها عم بتكون كتير كبيرة على المجتمع اللبناني، على الاقتصاد اللبناني، على الصحة وكلفة الصحة بلبنان، وكلفتها أيضا الغير مباشرة على الناس يلي هن ما بيدخنوا مش ذنبهم وعم بيصير معهم أمراض سرطانية بسبب التدخين اللي عم بيقوموا فيه غيرهم ويلي عم بيتعذبوا كتير. لذلك إذا الإنسان اللي عم بيدخن وحاسس حاله أنه الأرجيلة أو السيجارة هي بتسليه وبتعطيه رفاهية ووقت ممتع، يتذكر أنه بوقت من الأوقات رح بتكلفه على صحته وبتكلفه على جيبته أكتر بكتير بالعلاج، ويمكن تكلفوا أيضا مباشرة على أهله وعلى أولاده لما يصير هني عندهم مشاكل صحية ويصيروا هني بحاجة لعلاج. لقاء بين قائد الجيش والنائبة بهير الحريري ضمن شريط محلي. استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزي النائبة بهية الحريري وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. افتتحت اللبنانية الأولى السيدة نادية الشامي عون معرض الحدائق ومهرجان الربيع الذي يعود ريعه إلى جمعيات خيرية، وذلك بالتعاون مع بلدية بيروت وبحضور محافظ بيروت القاضي زياد شبيب والنائب أجوب طلزيان. زار محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة يرافقه رئيس بلدية طرابلس مسلخ طرابلس الذي أمر بإقفاله أمس، وقد بدت الأمور مذرية للغاية والأوضاع لا تراعي أبسط القواعد الصحية والبيئية. التبادل التجاري بين لبنان وتركيا مستمر والعمل جار لضبط التهريب. التفاصيل في الفقرة الاقتصادية مع الزميل ندى الحوت. ما بعرف هذه الديستريكشن لشو عم تطلع، بس انا بعرف انه في البضاعة عم تجي تقريبا نصها او ثلاثة ارباعة عم تجي بطريقة غير رسمية. هيدا اذا بتهريب يعني تهريب، هي اذا بيضبطوها وبوقفوها بيمشي الحال، بترجع الجمرك كله طبيعي وبيرجع كل الاشياء على حالتها المضبوطه. ونحن علاقتنا مع تركيا علاقه مميزه، ما بعرف كيف، بس انه بس على تركيا انه طلعت هذا القرار، ما طلعت على بلاد تاني، لانه عم بيجي كتير كمان تهريب من غير بلاد. كل شيء له ضبط ضمن معايير محددة
مطلوبة بكل المجالات. يعني عبقلك عم بيصير الأغراق أنا برأيي من وراء التهريب أكثر من وراء الأمور الشرعية، لأن لما يكون الأمور جاية من خلال الجمارك كل تاجر حيجيب البضاعة اللي قادر يصرفها، مش أنه يجيب يكدسها تتكون عنده لبعدين يرجع يبيعها. بقى الموضوع كل شيء ضمن قوانين محددة واضحة مش ضده، نحن بالعكس نحن معه على شرط عدم إلغاء الموضوع نهائيا. فليه هن بده يعملوا ضوابط على البضاعة التركية ما بيعملوا مثلا على الصين؟ ما متلين البلد يعني بضاعة صينية، نحن اعتمادنا على البضاعة التركية. يعني نحن كبوتيك صغار عرفتي بيجوا لعنا بس كرامة البضاعة اللي غير السوق. فليه هلأ بده يمنعوا هالأشياء بالبضاعة التركية وبصيروا بعدين يعطونا فيزا وهيك اقتصادنا ما في، يعني عم بيعسروا علينا أكتر. اليوم صار في قرار بتوقيف البسكويت التركي، اليوم انتو قديش رح بتتأثروا وشو رأيك بالموضوع؟ يعني في كتير أول شيء منتوجات تركية، وأكيد يعني العالم كلها يعني بتاكل تركي، يعني في كتير بضاعة تركية، فالمفروض يعني في كتير أشياء حتنقطع من السوق، وبنفس الوقت القصص التركية يعني الشوكولا كتير رخيصة بالنسبة لغيرها، فإذا بيجيبوا الشوكولا اللبناني صح مش للشوكولا اللبناني، بس أنت عندك يعني جود كواليتي وبسعر رخيص. هلا مثلا من برا فينا نجيب نحن من غير تركية، بس المشكلة إنه من برا أوكي ضاعة منيحة وكل شيء بس غالية. وزارة الاقتصاد أكدت أن هذه الخطوة لضبط التهريب وليس لوقف استيراد الألبسة. أما السفارة التركية في لبنان فأكدت في بيان لها أن لا تغييرات في نظام التأشيرات إلى تركيا بالنسبة للبنانيين، وقالت إنه لا حاجة إلى تأشيرة دخول من يرغب من أصحاب جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة في السفر إلى تركيا لغرض السياحة أو المرور على أن لا يتخطى مدة الإقامة 90 يوماً. الجولان المحتل محور محادثات ليبرمان مع نظيره الروسي. على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا والتصعيد الإسرائيلي في هضبات الجولان التي يسيطر مقاتلو المعارضة على مناطق جنوبية غربية منها والتي تحتلها إسرائيل، وتسيطر قوات النظام السوري على جزء محرر منها وتلوح بدخول المنطقة التي تقع ضمن اتفاق أمريكي روسي أردني لحماية جنودها في حال تعرضهم لاعتداءات إسرائيلية في أعقاب الغارات الأخيرة للعدو فوق المناطق السورية، بهذه الأبعاد برز اللقاء وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي كان عنوانه الأوضاع في مناطق خفض التصعيد في جنوب سوريا. الوزير الروسي ناقش مع ليبرمان الوضع في المنطقة على الحدود السورية الأردنية، وأكد أنه يجب أن نناقش كل المسائل المتعلقة بالعمل على الحدود وفي المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد، خاصة البنود التي يوجد لدينا اتفاق عليها مع الأردن والولايات المتحدة. وأضاف الوضع في سوريا بدأ يتحسن بعد تحرير ضواحي دمشق الجنوبية من داعش الإرهابي والتوصل لتهدئة في الغوطة الشرقية وحمص، مشيرا إلى أن تطور الوضع في سوريا يكتسب وتيرة إيجابية. وفي وقت سابق كان قد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن انسحاب كل القوات غير السورية من منطقة الحدود الجنوبية لسوريا مع فلسطين المحتلة ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن. ختاما جرى مساء اليوم صحب اليانصيب الوطني اللبناني وقد ربحت الجائزة الكبرى 150 مليون ليرة، الورقة التي تحمل الرقم 29152. ألف مبروك إلى للرابحين. إلى هنا إلى هذه النشرة ابتسام، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. وفي ختام النشرة مشاهدينا نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، وملتقانا يتجدد عند الساعة 11:30. إلى اللقاء.